أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 إجراءً. وأشارت وزيرة التنمية المحلية أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء، وبما يساهم في تشجيع حركة العمران والتشييد على أرض المحافظات وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في إتاحة المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين.